دي الله يحرقكوا، ده احنا في الشتاء، هوا ايه ده اللي انت عايزاه؟ ده الجو برد. انا واحدة كل طاقة، ما بحسش بالشتاء خالص. ابراهيم وديني يلا مكان. جاهزين؟ جاهزين. 3 2 4 1 اكشن. يلا ابراهيم زق يا ابراهيم، ابدأ الحلقة. يلا اكشن. زق يا ابن الله يكون في عونك. بتزق ايه؟ كونتينر. يا نهار يا حويس. بسرعة يا ابراهيم، احنا هنغير ابراهيم. الله ينور. ركنتها يا عمك ابراهيم. يختي يلا يا عم زتونة، يا خدت اللوكيشن بتاعها. تبدأ يا ابني انت الحلقة ولا زقك؟ يلا ابدأ الحلقة. ابدأ. ابدأ انا؟ حاضر. اعزائي المشاهدين اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم زتونة وخال وليد لحل المشاكل اكيد. وحلقة النهاردة عن صاحبك الرخم الغلس اللي ما عندوش دم والبارد. ويا ويلك وسواد ليلك لما يكون في واحد في عيلتك او من اصحابك معاك ورخم. ويا ويلك لما يكون شغال معاك وتشوفه كل يوم وبيتزق وبيسخر خلق الله في اللوكيشن عشان يزقوه، ها، وعامله نفسها من بنها مش سامع حاجه. واعزائي المشاهدين النهارده اكيد هنستنى رسائلكم حالا، كل الرسائل ومعانا اتصالات تليفونيه علشان نشوف مين فينا في حياته معاه صاحبه الرخم ويحكي لنا عن مواقفه مع اصحابه الرخماء. فاصل ونرجع لكم تاني مع برنامجكم زتونه وخال وليد لحل المشاكل اكيد. ايه هو انت اللي بتقبضيه؟ انت جاي تشتغل انت؟ وانت انا ريشه. ريشه يا استاذ وليد. ريشه ايه؟ ريشه ايه؟ بتقول لك ريشه يا زتونه. ريشه؟ ريشه. ريش. طيب خليكي بقى قاعده بقى، طقم الريش دي على راي زتونه لغايه ما هنيه. في اتصالات يا تونه النهارده ولا مفيش؟ وفاصل ومعانا اتصال. يعني نرجع من الفاصل؟ ارجع يا زتونه يلا من الفاصل، يلا على الاتصال على طول، يلا يلا. ورجعنا لكم من فاصل وحلقتنا النهارده عن صاحبك الرخم. ومعانا مش اتصال، معانا رساله. بتقول اول رساله اقرا كده يا زتونه الرساله اللي جات لنا. ورساله من فهمي يقول ليه؟ ليه؟ ايه بفهمي ايه وليه؟ ايه؟ فهمي. فهمي. ليه صاحب رخم؟ أيوة. وغلس وقاطع معاه ليل ونهار. ما بيسيبوش. حتى مصروفه بيقسمه فيه. يا نهار ابيض، ده ايه ده؟ اللي هو اللي مصبره عليه بس، اللي هو بيحبه. سبحان الله. فهمي عنده صاحبه الرخم الغلس اللي لازق له في كل حته وعامل فيها براشوت وبياكل ليل ونهار معاه، شارب نايم مبرشط. مبرشط يعني ايه مبرشط بقى؟ يعني استنى اقول لك. قول. يعني شفاط. شفاط. شفاط ده يعني سنكوح. منوره يا فاتن. دورك يا اخويا. الله ينور عليكي. اعزائي المشاهدين انا عارف ان في رسائل كتير بتيجي تقول لنا هي فاتن قاعده القعده دي ليه مش لاقي لها كرسي ولا ايه؟ والله احنا بنعمل لها صبه وهنرصها هنا، يعني قاعده جميله قوي. ولا عارفين نجيبها. والله ابو المنتج مش قادر على قعدتها بصراحه يعني، بس ان شاء الله. اعزائي المشاهدين احنا معاكم النهارده وحلقتنا صاحبك الرخم. منوره يا فاتن. بنورك يا اخويا. فاصل ونرجع تاني عشان معانا اتصال تليفوني وهنرد عليه بعد الفاصل. بقول لك يا زتونه انا عايزين نرجع من الفاصل. ارجع انت. لا ارجع انت يا عم. ارجع انت. لا ارجع انت. يا انا راجع بظهري من الصبح، انا لسه جاي. لا برجع بوش. كفايه رجعتوا الاثنين، جبتوا له الضغط، عايزين الحلقه تضرب نار. ايه اللي بتعمله؟ ارجعوا انتوا الاثنين. حاضر هنرجع احنا الاثنين. يلا. اعزائي المشاهدين اهلا بيكم بعد الفاصل في برنامجكم زتونه وخال وليد لحل المشاكل اكيد. والنهارده حلقتنا زي ما قلنا عن الرخامه والغلسين. منوره يا حجه. والتبتين يا حج وليد. ومعانا اتصال تليفوني ونقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. ازيك يا زتونه؟ ازيك يا خال وليد؟ يا اهلا وسهلا. مين معايا؟ انا اميره. اعمل ايه بقى لو الرخم ده جوزي ولا صاحبي ولا صاحبتي؟ اخلعي لخلخي ادهولي ولفلفيه.
دهولي ولفلفيتي. ما هو اي راجل واي ذكر ماشي وخلاص كده، لو حتى ذكر بط. اميره احنا معاكي يا اميره، اوعي تكوني سامعه اي حاجه. بصي يا اميره، وبيعمل معاكي ايه جوزك تاني؟ صحيح، خدوا الحكمه من افواه المجانين. سلام. بقينا مجانين يا عم الحاج. ومعانا اتصال تليفوني، مكالمه ونقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معايا؟ انا عمك رمضان. عمك رمضان، اهلا وسهلا يا عم رمضان. خير يا عم رمضان، ايه موضوعك عن الرخامه النهارده؟ انا بحييكم على موضوع الحلقه بتاعه صاحب الرخامه. ايوه. والغلاسه والباراشوت، وانا اكثر واحد بيعاني من الموضوع ده. ليه بتعاني من ايه بس؟ ايه اللي معانيك يا عمك رمضان؟ انا شغال مع ثلاثه رخمين وبرشوتات. وايه تاني؟ وكتيبة مظلات. مظلات؟ والله. وايه تاني؟ ومرمطني ومشغليني بتاع شاي وغسالة ومكواج وطباخ، وبيطلعوا عين امي على ما يقبضوني. طباخ؟ واحنا عندنا طباخ هنا في اللوكيشن ده عمك رمضان. طب يا عمك رمضان، ان شاء الله هنحل لك مشكلتك مع الرخامة يا ارخم خلق يا عم رمضان يا جميل. نخلص الحلقة إن شاء الله وهنحل لك مشكلتك. أهلا بيك يا عمك رمضان. إن شاء الله يا عمك رمضان نرجع من الفاصل وهنقول لك الحل إيه بإذنك يا رب إن شاء الله يا أبو الرخامة. أعزائي المشاهدين، فاصل بعد المكالمة ونرجع مع برنامجكم الجميل الظريف اللطيف الحبوب المهاود زيتونة وخال وليد لحل المشاكل أكيد. ايه اللي انت هببته ده؟ انت بتعمل ايه يا عمك رمضان هنا؟ بتعمل ايه؟ ايه؟ بتعمل ايه هنا؟ بتتصل بمين؟ بتتصل بواحد قريب. قريبك مين ده؟ انت بتتصل بتتكلم علينا، انت كلمت رقم المحطة واحنا على الهوا في وسط الناس. معقولة؟ اقسم بالله انت كنت بتتكلم علينا احنا يا عمك رمضان، والولية دي قاعدة بص عاملة بص وشها يا عيني بقى عامل زي اللقمة المقمرة. يعني انا مرفوض كده؟ لا مش مرفوض، انت فضحتنا قدام الناس يا عمك رمضان مش كده. انتوا بتستلفوا مني؟ بنستلف منك تفضحنا على الهوا، والوليه دي انا قاعده بص عامله ازاي؟ لا يا راجل، ايه اللي انت قلته ده؟ هو ده اللي ربنا قدرك عليه يا عم. شوف لنا حل. تاخدوني امي من هنا، تاخدوني تاني من الناحيه الثانيه. انا خدت منك حاجه؟ فتشني فتش. ويفتشك في انهي حته بالظبط؟ انت تتفتشي منين؟ انت تتفتشي منين؟ يلا يا عم نرجع من الفاصل. عمك رمضان ارجع، عمك رمضان خليك هناك جنب البوفيه عشان نكمل الحلقه. الله لا يسيئك، دي حلقه الرخامه ما ترخمش على اللي جابونا. يلا الله لا يسيئك. يلا اعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل في برنامجكم زيتونه وخال وليد لحل المشاكل اكيد، وحلقه النهارده عن الرخامه وصاحبك الرخم. وعايزين ننصحكم من البرنامج نصيحتنا ونقول لكم الله عليك يا خال، احمد ربنا. ليه؟ الحمد لله على كل شيء، انا حامد ربنا يا ابني. اعزائي المشاهدين، عايزين نقول لكم ان خد صاحبك على عيبه. اكيد كل واحد فينا ليه صديق رخم وصاحب وغلس. غلس فعلا. مش هنصلح عيوب الناس، لان كل واحد فينا فيه اللي مكفيه. عندكم مثلا فاتن اهي، منوره يا فاتن. زيتونه حبيبي، يا زيتونه ابن اخويا، ها ابن اختي حبيبي يا زيتونه. اعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا في برنامجكم زيتونه وخال وليد لحل المشاكل اكيد. زيتونه زيتونه وخال وليد، مشاكلهم اهي بالعبيد، وحلولهم ولا هي بتنفع، اونطة ولا بتفيد. ويومات نائر ونقيل، اعلان وبفكر غفير، وفاتن تايهة ما بينا، وبصوتها الكل يطير. في كل حاجة راشقين، ومشاهدتنا بالملايين، نمشي في أي حتة ترن، ولا حد عارفنا مين.
نمشي في اي حته ترن ولا حد عارفنا مين. احنا عطاوله واسال عنا كله بيسال عن اخبارنا نجوميه والشهره دارنا نفشل حتى يوم فكرنا. الكل يطير اكشن امشي يا واد روح روح بلا وكسه شكلك بق طالع من حدسه. امشي يا واد روح روح بلا وكسه شكلك بق طالع من حدسه. شهرة ايه مادي يا منيل هتخرب بيتنا والله حاسه. شهرة ايه مادي يا منيل هتخرب بيتنا والله حاسه. الكل يطير ويفات انتيها ما بينا وبصوتها الكل.